قبل ما نبدا الكلمه غنخليو الكلمه لرئيسه الجمعيه حول هذه الجوله الماراثونيه اللي قمنا بها بموريتانيا. الاخت خديجه لك الكلمه وان شاء الله من وراك انا نتكلم. تفضلي خديجه. كيفاش بعدا جات الفكره علاش اختاريتو موريتانيا من بعد عدد كبير من القوافل اللي عملتو في داخل ارض الوطن؟ اليوم يعني ولا واحد الاشاع كبير لجمعيه الحكامه والتضامن، يعني من خلال ان الزياره للدوله الشقيقه اللي هي موريتانيا، وهي دولة طبعا تابعة لدول المغرب العربي. السلام عليكم. بعد تشكرك خالد انت والاخت كريمة لانكم دائما راه الاشارة ديال الجميع. بعد والله القسم الى ملي وصلت المحمدية الى ما تصورش الفرحة كيفاش دايرة. وهاد الفكرة خالد خويا جاتنا هادي 6 شهور، وهو طالب من عند الناس ديال موريتانيا من عند شباب نواديبو اننا باش نديرو عندهم زياره ونديرو معاهم شراكه. ولكن بقينا شوي حتى جات بوحدها. قبل ما نتكلموا على جدول الاعمال وباختصار ديال هاد الرحله ديالكم وهاد القافله، كيفاش تم الاستقبال ديالكم كمغاربه في الدولة الشقيقة موريتانيا؟ الحمد لله. ما غاديش تصور كيفاش تيستقبلونا. ملي تنتمو غادين تيقول ليه اتيدير الباسبور، تيقول لي مغاربة تفضل. مرحبا. ما كاينش اللي تيوقفنا، ما كاينش اللي تيقلبنا. يعني واحد الشعب كاين أخوة كبيرة بينا، كاين أخوة كبيرة ما بين موريتانيا وما بين المغاربة. زعما صراحة إذن أشنو تيكون مغاربة. سي عزيز، شنو هو العمل اللي قمتوا به؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اول حاجه كنشكروا الناس اللي كيشوفونا بعدا بالمباشر، كنحييهم على المتابعه ديالهم لجمعيه الحكامه. تفضل سي. في البدايه اولا وقبل كل شيء تنبغي نرفع القبعه ديالي احتراما وتقديرا للفريق اللي عزلوا سيدنا باش يخدم في موريتانيا، تيبدا من السيد السفير الى القنصل ديال نوابيدو على الحفاوه وعلى الدبلوماسيه اللي خدامين بها في موريتانيا، وعلى المستوى اللائق للجمعيات المجتمع المدني والاستقبال اللي لقيناه من هذه الاداره. وثاني حاجه لان احنا اللي كيف تعرف كل شيء قلنا لهم بان جمعيه الحكامه والتضامن الاجتماعي بالمحمديه قويه بالاعمال ديالها، قويه بالانجازات ديالها اللي عطات. وعلاش اختارينا موريتانيا كبلد الاول؟ لان ما عندناش غير موريتانيا، عندنا موريتانيا، السنغال، مالي. الطريق الجديد اللي اختار سيدنا باش يكون دوز البضائع، التوجه الافريقي. الافريقي نعم. اذا اختارينا موريتانيا، وكان طلب فعلا من شباب تجمع شباب نواديبو وغادي نديروا لهم قافله متعدده اختصاصات بما فيها جراحه العيون، واللي فرح بها لا القنصل ولا الناس ديال موريتانيا. وغادي نمسوا الهشاشه ديال الساكنه ديالهم. مشينا درنا تشخيص ميداني ووقفنا على المناطق اللي غادي تكون فيها هذه القافله، وحسينا بان دوك الناس اللي وراوهم لينا والاماكن، راه كاينين شي فيديوهات دابا تلوحهم لك الاخت خديجه، بان دوك الناس خصهم قافلات طبيه. وكيف قال سيدنا بان ما يبقاش الدبلوماسيه ديالنا مجرد غير على الاوراق، الدبلوماسيه الموازيه تولي ميدانيه. والدبلوماسيه الجمعويه هذه هي اللي غادا في إطار. ربما غادي نقولوا ربما هذه اول جمعيه، اول جمعيه بعماله المحمديه اللي كتقوم بواحد الرحله الدولة العربية اللي هي دولة موريتانيا من أجل المساعدة والتآخي. صحيح؟ صحيح. ولكن كاين قبل منك الأخ سيما مشى في هذا الإطار، ولكن مشى في إطار ربما التأطير والتكوين. نعم. حنا كنا في العمل الاجتماعي. نعم. وهنا تيبان لنا بأن الناس ديال المحمدية راه تيشتغلوا، ماشي ناعسين. نعم. بأن الناس ديال المحمدية كاينين جمعيات عندهم صدى لا محلي ولا وطني ولا إفريقي وحتى دولي. إنما تيبقى خصنا غير نتماسكوا بعضياتنا وندوروا. وللذكر باننا غدا ان شاء الله رحنا غادي للحسيمه في اطار تنسيق. يلا جيتوا اليوم بالليل دابا 11 ديال الليل، غدا في الصباح غادي للحسيمة. اذا هذا هو العمل الجمعوي صراحه. انتم كتسمعوا يلا جاوا من موريتانيا الغد في الصباح، حنا باقي ما فقناش، هما غاديين يمشيو لمدينه اخرى. وفين؟ والحسيمه. ونهار السبت بعدا شابو. ونهار السبت عندنا تشخيص ديال جراحه العيون في المحمديه باش نكملوا الشق الثاني
من القافله. وللتذكير قبل ما يمشيو لليبيا غير يعني باقل من 4 ديال السوايع ولا 6 سوايع يعني كانت عندهم قافله في مستشفى مولاي عبد الله. راه شفتوا التغطيه ديالها مولاي عبد الله. والسبت الاخر كاينه القافله ديال جراحه العيون في سبيطار مولاي عبد الله. اذا انشطه مكثفه. وبينت حسيمه والقافله الجراحيه عندنا قافله تحسيسيه حول كيفيه التعامل مع مرض اللي كاين الحالي كورونا. اذا من نتعبوكم شو ما جايين تعبين من السفر. خديجه شنو هي الكلمه وشنو هو المطلب ديالكم للجهات المعنيه والمسؤوله؟ تفضلي. السلام عليكم. الله يسلمك. كي داير بخير؟ صحه على بال؟ سعاد. الحمد لله والقسم بالله. شوفوا الفرحه كيفاش دايره الاخوان هما جاوا لعندنا. اييه مزيان والله القسم. زعما خالد خويا السؤال اللي طرحتيه. اذا للتذكير عدد من الفاعلات المجتمع المدني اللي جات حاضره وتآزر وتشجع جمعيه الحكمه للتنميه والتضامن برئاسه جمعيه الحكمه والتضامن الاجتماعي. قول لهم الله يجازيكم بخير. حنا جمعيه الحكمه والتضامن الاجتماعي بمدينه المحمديه راه حنا تنخدموا بدون دعم. راه ما عندناش الدعم. يلا هذه الحمله الطبيه اللي كنا درنا تعاون فينا مع الحاج المزوق وليديك بقى ما يعني ليديك و شركة هيرباكس للشيء. ولكن هذا الشيء رغم ذلك هذا الشيء راه ما كافيش. نعم. حنا راه ما تناخذوهمش ماديا ولكن غير لوجيستيك يجوا يعاونونا غير باللوجيستيك. تشكر الله. المحمديه اول جمعيه بالمحمديه كتخدم في العمل الاجتماعي خارج ارض الوطن وفين في دوله من اعز الدول اللي تابعه لدول المغرب العربي. هذا عمل جبار صراحه. كنحييهم عليه. وتصور الغد ان شاء الله عندهم واحد القافله في الحسيمه. وراه هذاش قبل ما يمشيو كان عندهم يعني قافله في مولاي عبد الله. وراه هذا هو الجميل يعني العمل التطوعي هو هذا هو. ورغم الغريب في الامر هو انه رغم الانتقاد اللي كتوجه لهم يعني ما كيديوهاش فيه وكيتزيدوا يتشجعوا. شوف انا ما تيهمونيش دوك اللي باركين في القهوه وتيكتبوا. انا اللي غادي يكتب وتبارك هو في القهوه تنقول ليه خرج للميدان دير سبرديله بحالي وخلي ولادك وخلي خلي الناس اللي دايرين بك وخرج للميدان بحالي. انا نتهدام نقول لهم نقول لها هذيك راك يا مرا ونقول لها راك انت سيدي. واخا شنو هو السر ديال هذه الديناميكيه وهذا الحماس وهذا العمل الكثير اللي ولا في الجمعيه ديالكم مؤخرا؟ السر هو اننا حنا كفريق جمعيه الحكم والتضامن الاجتماعي بالمحمديه اننا عندنا رغبه. راه اللي ما عندوش الرغبه راه ما يدير والو. والاراده. الرغبه والاراده بيسر. الرغبه والاراده. سي محجوب اولا نبدا. السلام عليكم. كنا دايرين واحد اللايف على في مدينه المحمديه. كان معنا السي مراد الهواري. كان معنا السي سعيد بوشرطه. كان معنا السي كرده. كان معايا الصديق ديالنا السي خالد. كان معنا السي زكريا. كنا درنا واحد اللايف على حساب ديك الحاويه اللي تحرقات. وعلى قبل كاينين واحد المجانين في المحمديه بكثره. اعداء النجاح. لا المجانين اللي كاينين في المحمديه. كاين مجانين واشوف اعداء النجاح كاين في اي بلاصه. ماشي مشكل. الان الضوء الاناره. احنا درنا هذا اللايف. شفنا اللايف ديالكم. شفنا لاله خديجه. عرفتي المكان؟ عرفنا. لا معنا الكشافه. خديجه اللي صراحه انا تنقول لها راه كنقول لكم ديما المراه المناضله الحديديه صاحبه القوافل الطبيه راه هي التسيده. ولكن حتى انتم مناضلين ملي كنشوفوا هذا الوقت متاخر من الليل وكتقوموا واحد العمل تطوعي واجتماعي راه حنا كنحييوكم صراحه. شوف خالد حنا شكرا. ما ساهلش والله. شكرا. اذا راه كاين واحد التكافؤ دابا صراحه. الحمد لله. هادو من الجمعيات صراحه اللي تيبغوا لك الخير انهم هما يشافونا جينا وشافوا غير اللايف وهما جاوا لعندنا. شوف يعني شوف خالد اليوم خديجه وحنا في البث المباشر بغيتك دير واحد البادره صلح بيني وبين الجمعيات هادو صراحه. راه كنقول نيشان علاش حيت كانوا مبروغرامين معايا ودايرين اللوغو ديالي في واحد النشاط ونسيته وما ذكرونيش. والغريب في الامر واقسم بالله العلي ما ذكروني. والغريب في الامر هو انه هذا في المسرح كان عندي واحد البرنامج مع اصحاب الطاكسي حدا المسرح.
هذا هو الغريب في الامر. وما ديتهاش مع المسرح كله مظلم، راك عارفه كيف يكون نشاط كيف ما يكون راه ديما مظلم. واش تقبلوا الاعتذار ديالي؟ انا دابا جبتيني تحيه انا سلم عليك. صراحه خالد، خالد صراحه انايا زعما الناس اللي تحترمهم الاخ قرب شويه على الصوت، قرب سعيد الاخ خالد، خالد صديق ديالي كرداق الاخ زكريا يعني عدد كبير، وكاين اللي اعتذر، العدد كبير. شوف انا جميع المجتمع ديال مدينه المحمديه الكلي كل احترام والتقدير بدون استثناء، الله يهديهم وجمعوا الشمل راه بلا بهم مدينه محمديه ما دير والو. وكنتمناو بهذه المناسبه هذه يكون واحد اللقاء تواصل بين جمعيات المجتمع إن شاء المدني الله. إن شاء يكون الله. واحد اللقاء يعني اللي تكون فيه المصالحه وتكون فيه حتى المصارحه في اقرب وقت. هذه بادره دائما كنطلقوها، شنو بالك؟ تحيه طيبه. يعني حنا جينا من الصدف كما قالك محجوب، يعني خرجنا على قبل داك الشيء دوينا فيه، يعني خدمه الصالح العام هي خدمتنا. الشكر الجزيل ان الاخت خديجة يعني كتخدم داخل وخارج أرض الوطن يعني بالأنشطة ديالها، وأنشطة اللي حساسة يعني حملات طبية راه ماشي سهلة، يعني بالطاقم تسافر بالطاقم ديالك وتجي وقلة الموارد ضروري هذيك البلاد كلها قلة الموارد وكثرة الاتهامات. هذا هو الغريب في الأمر. أنا شوف أنا أنا شوفي أنا نقول لك واحد النقطة مهمة، شي أي واحد كيتناقض هنا بزاف في المدينة عرف أنه غادي في الطريق الصحيحة. انا ناخذوها من يقين، كاين شي خمسه الناس كينتقدوا بالجهد بالجهد، الا كتلقى الانشطه ديال الجمعيات ديالهم واصله، وفي الاخر كتلقى الافواه كتسد كتسد كتسد، في الاخر كتلقى داك اللي دايرهم صافي. وبالنسبه للسلام ديالنا والسلام من غنكون بالزي ديال الكشفيه غادي ندوز عندك المباشر، كنقبلوا الاعتذار ديالك، ولكن كانت الامنيه ديالنا علاش؟ حيت اذاعه، انا كنقولها من هنا، راه اذاعه وطنيه دفعنا ليها وجات ومع الجيش. جاتني تسال الحفل واش نديرو معاك الفيو، اش قلت لهم؟ انا ماشي انا الحفل، الحفل دايروا الناس الوليدات هكا هما اللي بغيتهم يبانوا في التلفازه. اما انا كون بغيت التلفازه كون كاع ما نشري تليفون يعني من هذا المنبر. حنا كنقولوا يعني عندنا صحافه في هذه المدينه اللي صادقه واعده، وكنتمنوا المزيد من التالق، ومبروك عليك البطاقه الوطنيه وجمعنا ان شاء الله. وكيزاد الحفل، نعم نعم، وكيزاد الحفل الفنانين بمدينه المحمديه اللي جاوا حاضرين، وغادي يازروا ويشجعوا خديجه. معنا الفنان حجيب، تفضل تفضل. ايوا تفضل سي عجيب، تفضل عجيب. حنا في بث، حنا في جوج ديال البث المباشر وفي التسجيل الكامل. الاخت خديجه هي الطاقم ديالها. الله يكمل ليها، شي اللي غنقول لها. اييه اييه شي 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 موال عليها، نسير موال في المتصل. سي هذه الساعة مباركة. ايوا عباس عباس هبي علي هبي علي واش هذا؟ هاي العربي هاي ايوا هاي هاي الله يهديك الصحة. اسمح لي ما هش معايا سميتو 1000 درهم مبروك وصافي، اسمح لي ولكن غد بالصباح انا مرحبا. واش بغيتي يعني استقبال الكلمة الأخيرة؟ الكلمة الأخيرة كي كتشوف هذه اللمة هذه الجمعوية في منتصف الليل. هو في كل صراحة داك العيا كله اللي كان عندنا تحيدني شنا هذا الشيء. أيه راه ممكن لبقيني قدر تجي المحمدية كاملة اليوم هنا. الله يحفظك. هذا فهمتيني، ولفتنا 1000 راه ولات مشكلة راك عارف. عرس أول شيء اللي بغي نبدأ به في الشكر ديالي ونشكر هو السي خالد بكل صراحة اللي اتصل بينا، سمعنا جايين اتصل بينا وكان في هذه البلاصه. لا لا كذلك الاخ حجيب الفنان الاخ حجيب بصراحه اللي تنتلاقى معاه في مجموعه ديال الانشطه تيجي ازر الجمعيات، وهذا ان دل على شيء انما يدل على التكامل والتكافؤ ما بين ما هو اجتماعي وما هو فني. وانا كانت امنيتي ديما وتنقولها ديما، كانت امنيتي نشتغل مع محجوب والفريق ديالو، وغادي نشتغلوا حنا خدامين على واحد البروجي ان شاء الله غادي يشوف النور من غير ما هو اجتماعي فما هو بيئي، وما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديالو حتى يبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم وراه يكون الكلمه. اذا والان نشكروا الاخ، ما نساوش نشروه ولا نشكروه، ولكن ايضا الجماهير ديال شباب المحمديه حضرات الان. تفضل السي خالد عليلو اللي حضر راه عارف. إذن اللمة غدا وكتكبر، غدا وكتكبر.
رغم قساوه الطقس حنا ما كنحسوش يعني بهذه البروده وهذا. سي خالد راك عارف الاخت خديجه جمعيه حكمه او الجمعيه المحمديه كتمشي لليبيا كتمشي لموريتانيا حتى هي في المغرب العربي وغتشوف الحاجيات ديال هذيك الدوله باش غادي تعاود دير واحد القافله طبيه. كاين شي هذا العمل الجبار هذا؟ تفضل. العمل اللي دارت خديجه حنا راه ايدناها وشكرناها عبر العالم الازرق، والصراحه باديره اللي دارت باديره زوينه، حنا عجباتنا ملي ان كتشوف واحد الجمعيه ولات كتخدم على صعيد الدولي. اذا كاين واحد الخدمه، كاين واحد المجهودات راه عمل كبير انه غيخرج جمعيه تخدم على صعيد الدولي، راه ماشي ساهله عوتان. وما تنساش ان خديجه راه ماشي خديجه واحد الحاجه راه ما كتعطينا ما والو، حنا بغينا نهضروا واحد الكلمه. لا خديجه لا 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 فاقد شيء لا يعطي ولا وهي تعطي العمل وهي باش واحد الاشاره بعداك راه هي كتلتجئ لينا نساعدوه. الله يعاونكم. نعم يعني راه حنا كنحييكم باش ندير واحد الصوره جماعيه ونمشيو. وواحد الحاجه حتى هي كنشكروا السي عزيز اللي غني عن التعريف لا في برامج ديالو لا في بزاف ديال الحوايج، يعني راه جندي الخفاء مع خديجه في الجمعيه. واللي بغيت نقول هو شكرا، شرفتوا الجمعيه اللي هزات اسم المدينه، وشكرا بزاف وتحيه شبابيه. شكرا. خليك معنا ندير واحد الصوره، واحد الصوره جماعيه مع خديجه. خلي هذاك تليفونك كريمه. شي واحد يصور بالتليفون حيت التليفونات دير واحد الصوره جماعيه. نرجعوا شويه اللور باش تبان الحقيبه. كاين شي اتاي هنا بعدا؟ لا باقي ما كاينش. هي موريتانيا معروفه ب كاين اتاي. صافا هو التليفون. لا زيد زيد اجي هنايا. تفضل تفضل تفضل. بلاتي انا باش نصورها من بعيد. لا وحنا في هذا نديروا لها التصفيقات صرا باش نشجعوه باش التصفيقات بقاو يرنوا فيديونا الليل كامل.